الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم انتساب المرء إلى عصابة بعد توبته ودخوله في الإسلام؟ الحمد لله، أما دخوله في الإسلام فهو دخول صحيح ولله الحمد، وليس من شرط إسلامه أن يتخلص من هذه العصابة أو يتخلص من الانتساب إليها، لأن الإسلام حكم لا يجوز تقييده بالتخلص من هذه العصابات، وإنما شرط الإسلام أن يتخلص من الأمور التي توجب له الكفر والردة. فإذا نطق الإنسان بالشهادتين فقد دخل في الإسلام وإن كان منتسبا لهذه العصابة، ولكن لا يجوز له بعد إسلامه أن يبقى في هذه العصابة مطلقا، لأن هذه العصابة إنما سميت بهذا الاسم لأنها تسطو على أرواح الناس وأموالهم، وإزهاق الأرواح بلا وجه حق وسرقة أموال الناس هذا محرم في الإسلام، بل ومحرم حتى في الكفر، فإن جميع الشرائع السماوية جاءت بالمحافظة على النفوس وعلى الأموال، فلا يجوز للمسلم أن يزهق روحا إلا بوجه حق، ولا أن يأخذ مالا إلا بوجه حق. يقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. فمن كمال توبتك يا أخي الكريم بعد إسلامك ومنة الله عليك بالهداية أن تترك هذه العصابة وألا تنتسب لهم وألا تكون متعاونا معهم في إزهاق نفس يحرم إزهاقها أو أخذ مال يحرم أخذه، فيجب عليك أن تخرج منهم فورا تكميلا لتوبتك، والله أعلم.